يقول أبو علي: شيخ، أريد أن أخذ عمرة لوالدي ولوالدتي وقد ماتوا منذ زمن، هل أحرم لمرة واحدة أم أحرم لكل شخص بعمرة؟ لا بد من هذا، ما يشترك في العمرة اثنان، تعتمر عن اثنين، تحج عن اثنين، لا يكون الحج والعمرة بالنيابة إلا عن واحد. كيف يخرج للعمرة الثانية لوالده إذا أخذ لأمه؟ إذا جاء مرة ثانية يحرم لأمه.